وسط هذه الأجواء، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم غادر إلى إيران خوفا من الهجمات الإسرائيلية. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قد هدد نعيم قاسم وأكد أنه سيلقى مصير أسلافه. أذهب إلى شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية من بيروت مفادتنا ليال سعد، ومن حصبية في جنوب لبنان دارين الحلوة، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. أبدأ معك ليال، وآخر التطورات للغارات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية وعلى مناطق مختلفة أبرزها اليوم حار تحريك والحدث، ما الذي استهدفته القوات الإسرائيلية في صباح هذا اليوم؟ ضعينا في صورة الميدان. طبعا ميشا، كما العادة يصعب تحديد ما هي الأهداف التي تم استهدافها في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن طبعا عندما يسبق هذه الغارات الإسرائيلية تحذيرات فنحن نعلم جيدا أن الهدف ليس شخصا أو عنصرا أو مسؤولا في حزب الله، يكون كما يقول الجيش الإسرائيلي عادة أنها ذخيرة لحزب الله، ولكن كما العادة يصعب تأكد من صحة أو ما يقوله الإسرائيلي وسط تكتم تام لحزب الله. حتى اللحظة وفي 24 ساعة الأخيرة ما يزيد على 10 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ما يوصف بهدوء حذر منذ صباح الأربعاء. كان هناك آخر غارتين استهدفتا الضاحية وبعد ذلك كان هدوء. وطبعا ما شهدناه أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت هو يمكن وضعه في احتمالين اثنين. أما فترة الهدوء التي سبق خلال العشرة أيام السابقة ربما كانت استطلاعية بالنسبة للجيش الإسرائيلي لتحديد بنك أهداف جديد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأما ما جرى يوم أمس كان ردا على الاستهدافات التي أو العمليات التي قام بها حزب الله تجاه الشمال الإسرائيلي وصولا إلى جنوب حيفا واستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي يمكن وضعها ضمن الرد السياسي خصوصا لدحض كل التصريحات اللبنانية الرسمية إن كان من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو حتى ما قاله نعيم قاسم، ربما لضحك كل ما جرى الحديث عنه عن ضمانات أمريكية بتحديد بيروت وأيضا الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الغارات نتحدث عما يزيد على 5 أو 6 غارات في ساعات ما بعد الظهر وأربع غارات فجرا استهدفت منطقتي الحدث وأيضا حارة حريك التي نالت نصيبها الكبير في خلال هذه الحرب، وكان استهداف لمباني، بعض هذه المباني سوية أرض النميشة. هذا بالنسبة للضاحية الجنوبية. طبعا يجب أن لا ننسى أن المسيرات الإسرائيلية والتحليق الإسرائيلي هو مستمر في أجواء العاصمة بيروت وأيضا في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا أريد أن أتحدث عن ما نشره الجيش الإسرائيلي اليوم، وقال إنه ستهدف أو قتل رضا عباس عواضة الخبير بمجال الاتصالات في حزب الله، وهو يتحدث عن الحادثة التي شهدناها يوم أمس على طريق أو على أوتوستراد جونيا. كان هناك استهداف لسيارة رباعية الدفع، الصاروخ الأول لم يصب هذه السيارة، ترجل الشخصان من السيارة وبعد ذلك تم استهدافهما بصاروخ ثان في منطقة حرجية. نتحدث عن رضا عباس عواضة وزوجته وهي تحمل الجنسية الإيرانية. أيضا اليوم صباحا في جبال كان هناك تضارب في المعلومات. جبال هي في شمال لبنان بمحافظة جبل لبنان، كان هناك تضارب معلومات عن غارة إسرائيلية بمحيط مستشفى المعونات. هذا الموضوع عار من الصحة، ليس هناك غارة على منطقة جبال، ولكن كان هناك دخان كثيف وسحب دخان كثيفة جدا تبين أنها ناتجة عن حريق. هناك تضارب معلومات عن سبب هذا الحريق، البعض يقول إنه اشعال لبعض الإطارات سيارات إطارات السيارة، وبعض الآخر يقول إنها ناجمة عن حرق نفايات، ولكن ما يمكن الجزم به هو أنه ليس هناك أي استهداف إسرائيلي لمنطقة جبيل قرب مستشفى المعونات. أنتقل الآن إلى السياسة ميشا. بشكل رئيسي اليوم الحركة الدبلوماسية الوحيدة هي لوزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب الذي توجه
وغادر البلاد اليوم بجولة أوروبية تبدأ من إيطاليا. يشارك عبد الله أبو حبيب باجتماع لوزراء من مجموعة الدول السبع. سيكون هناك عرض لموقف لبنان، موقفه من إطلاق النار والعودة إلى القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. بعد ذلك يتوجه إلى الفاتيكان في لقاءات مع مسؤولين رسميين. ونحن نعلم جيدا أن بابا الفاتيكان كان منذ فترة خرج بتصريح مطالبا بوقف إطلاق النار، وقال إن الدبلوماسية فشلت في الشرق الأوسط، محددا بذلك لبنان وغزة. أيضا بعد ذلك ينتقل إلى فرنسا، سيكون له لقاءات في نفس الإطار وقف إطلاق النار، وبعد ذلك ينضم إلى الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر الدعم للبنان ميشا في 24 من الجاري، ويرأس هذا الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بإشارة أخيرة إلى الخبر الذي تطرقتم إليه بموضوع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجانب الإسرائيلي يقول إنه غادر الأراضي اللبنانية في الخامس من هذا الشهر وتوجه إلى إيران وسط تكتم تام من حزب الله على صحة هذا الموضوع. لم يكن هناك أي تأكيد أو نفي لهذه المعلومات. شكرا ليال، أذهب إليك دارين. كيف تصفين وتيرة التصعيد لهذا اليوم في الجنوب اللبناني حتى في البقاع؟ ما الذي يمكن قوله عن هذا المشهد المتوتر؟ سأبدأ من آخر التطورات، حيث في هذه الأثناء تدوي عشرات صافرات الإنذار في نهاريا وشرق نهاريا العشرات من المدن الواقعة شرق وشمال نهرية، إذا تدوي فيها صافرات الإنذار، وهناك صلية صاروخية الأرجح أنها باتجاه تلك المنطقة. وأيضا في عكا، أيضا في هذه الأثناء عكا تدوي فيها صافرات الإنذار، ما يؤشر إلى أن هناك صلية صاروخية جديدة باتجاه عكا وربما تكون أبعد من ذلك. طبعا ربطا بالصليات الأخرى التي رصدت اليوم ووصلت إلى حيفا ولم يصدر بشأنها أي بيانات من حزب الله على الأقل بعد حتى هذه اللحظة. صافرات الإنذار دوت فيها مرتين ورصد يعني إطلاق صواريخ، وربما تم التصدي لبعض هذه الصواريخ في حيفا. ولكن يعني الأكيد بأن حزب الله عندما قال قبل أيام بأنه سوف يجعل من حيفا وعكا ما يشبه كريات شمونة، فهذا ما تؤكده الصواريخ التي تطلق باستمرار وبفارق زمني غير بعيد عن بعضها البعض. إذن هي صليات متتالية حتى هذه اللحظة، أطلق من الأراضي اللبنانية خلال ساعتين ما لا يقل عن 4 صليات صاروخية، بعضها سقط في إصبع الجليل في مسك كف عام، البعض الآخر استهدف مرتفع السداني في المقابل لبلدة شبعة، وأيضا خلال ساعات أمس كان هناك استهداف ل تجمع جنود إسرائيليين عند بوابة شبعة. وشبعة كما تعرفين تقع في أقصى القطاع الشرقي، هي ضمن قرى العرقوب، وهناك تحضيرات وتجهيزات برية إسرائيلية لتنفيذ عملية محددة كما يصفها الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك أي تقدم، باستثناء يعني العمل على التمهيد الناري والتسخين الناري من خلال القصف المدفعي المتواصل، وطبعا بالإضافة إلى الغارات التي طالت شبعة